لسنين طويله نبقى متفقين انه الكره في افريقيا قدمت عدد كبير جدا من اهم نجوم اللعبه على مستوى العالم، ابدعوا وتالقوا. ولكن اللي بيحصل على مستوى القاره الافريقيه من ناحيه المسابقات ومن ناحيه تطور مستوى اللعبه وتطور مستوى المنتخبات وتطور مستوى الانديه، شيء الحقيقه لا يتحمل مسؤوليته مجلس إدارة واحد، مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي واحد، ولا يتحمله اسم بعينه. ولكن في النهاية الكلام على المردود، كلام على المستوى. هل وصلت للكرة الأفريقية ومسابقات الاتحاد الأفريقي للشكل اللي يتناسب مع حجم الإمكانيات وحجم الإنفاق وحجم الأسماء اللي قدمتها الكرة الأفريقية؟ ده سؤال أساسي. هل الاتحاد الأفريقي جاني أم مجني عليه؟ اسمحوا لي أرحب بضيوفي بداية قبل ما أطرح عليهم أسئلتي وموضوعي. بداية بيشرفني الأستاذ سعيد علي الصحفي المصري. أهلا بك يا أستاذ سعيد. أهلا بك أستاذ أحمد. بيشرفني من الجزائر الصحفي الجزائري نبيل بالكلام. أستاذ نبيل أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي. طب هنرجع له مرة تانية. بيشرفنا كمان أستاذ أمير نبيل الصحفي المصري. أهلا بك يا أستاذ أمير. اهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين وبالزملاء الافارقه. وبشرفنا من الشقيقه تونس الصحفي التونسي وسيم بربوش. اهلا بيك واهلا طبعا برحب بيك على شاشه الاهلي. اهلا بيك حبيبي واهلا بكل جمهور قناه الاهلي والجمهور المصري وجمهور الرياضه في العالم العربي كله. سيد نبيل بالكلام رجع لنا مره ثانيه، اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، برحب بيك في السادسه. طيب هبدأ مع حضراتكم والكلام الحقيقة على بداية، خليني أبدأ برأيكم في مستوى تنظيم الاتحاد الأفريقي للبطولات القارية. إزاي بتشوفوها؟ هل نجح في ده بشكل كامل؟ هل في بعض الإخفاقات؟ سواء كنت بتكلم على مستوى المنتخبات أو كنت بتكلم على مستوى بطولات الأندية. أبتدي بأستاذ سعيد علي، تفضل يا أستاذ سعيد. يعني في البدايه خليني اؤكد استاذ احمد ان احنا في قاره افريقيا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا بعيدين كل البعد عن حجم نجومنا، حجم ثرواتنا البشريه، حجم تالقنا في الملاعب الاوروبيه وما يحدث على الارض داخل قاره افريقيا. يمكن في الحقيقه بطوله امم افريقيا الاخيره بالتحديد وطريقه التنظيم والعيوب والعوار الكبير اللي ظهر في الكاميرون كشف قد ايه احنا كقاره متاخرين جدا جدا عن العالم. وفي الحقيقه في الوقت اللي كل الناس كانت بتهاجم الكاميرون وتهاجم صامويل ايتو، انا شخصيا كنت متعاطف جدا جدا مع ايتو ومع الكاميرون، كنت بشوف ان الازمه الحقيقيه ما كانتش في الكاميرون لكنها في اتحاد قاري متخلف عن الاخرين ومتاخر بشكل كبير جدا جدا جدا، لما دوله كبيره بحجم الكاميرون مش قادرين ندعم ملاعبها، مش قادرين ندعم البنيه الرياضيه عندها، واحنا قاره مليئه بهذه النجوم وهذه الاسماء الكبيره جدا، مليئه بالثروات الكتير جدا في مجال كره القدم، مش قادرين نطور ولا نواكب اللي بيحصل معانا. وده خليني اقول بشكل واضح جدا وبشكل مباشر جدا له علاقه بفساد، مش كلام انا بقوله اعتباريا ولا كلام اتهامات بقولها مزافا، لكن ده محل تحقيقات ومحل حديث العالم. وتم تغيير اسماء كبيره جدا وتم اقصائها وبعدها عن المشهد دون ان نصل الى نتائج حقيقيه. في ارقام طلعت ومسجله ومنشوره اعلاميا على لسان مسؤولين كبار في الاتحاد الافريقي حوالين صفقات كبيره ليها علاقه ببث المباريات، ليها علاقه باتفاقات كتير جدا. اين ذهبت هذه الاموال؟ الاموال دي كان من المفترض ان احنا بنطور بها ملاعبنا، بنطور بها مسابقاتنا، بنطور بها طرق التنظيم. فالتخلف الحاصل في الكرة الافريقية هو نتاج سنوات من الفساد، نتاج سنوات من الاهمال. طيب خليني يا استاذ سعيد هرجع لجزئيه المشكلات المستوطنه في الاتحاد الافريقي واهمها طبعا مشكلات الاتهامات بالفساد اللي طالت معظم من تولوا مسؤوليه رئاسه الاتحاد، لكن خليني اتكلم على تقييم موضوعي للبطولات على مستوى الانديه. ويمكن احنا بما ان احنا على شاشه النادي الاهلي والاهلي واحد من اهم ابطال القاره ان لم يكن بطلها الاول، يعني من حيث عدد الالقاب على الاقل اللي هو حققها
على مستوى البطولات الافريقيه. الاهلي عانى في السنوات الاخيره، رغم ان احنا تفائلنا حقيقه مع وعود موتسيبي بعد توليه مسؤوليه رئاسه الاتحاد الافريقي بانه هيحدث تغيير حقيقي على مستوى الاقل تنظيم البطولات، لكن هنلاقي مثلا استاذ سعيد انه الاهلي عانى على مستوى مثلا مشاركته في بطوله كاس العالم في نفس التوقيت اللي كان معظم لاعبي الدوليين بيشاركوا في بطوله افريقيا. هنلاقي انه الاهلي بعدما وصل للدور قبل النهائي وبصرف النظر عن القصه المتعلقه بالاجراءات والترشيحات والاستبعادات والى اخره، انه بيتم الاعلان عن ملعب نهائي المباراه بعد ترشح تقريبا النادي الاهلي ونادي الوداد للمباراه النهائيه. ازاي بتشوف ده وازاي بتشوف قدرته ونجاحه على تنظيم البطولات للانديه؟ استاذ امير. هتفق طبعا مع كلام الاستاذ سعيد بخصوص يعني كل اللي اتقال بخصوص الاتحاد الافريقي. اكيد الكلام كتير، الجدل على المتابعات. بالامس القريب كنا بنتكلم على بطوله كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، واللي بنذكر ان هي كان من المفترض ان تستضيف نسخه 2019 اللي انقذتها مصر واستضافتها، فبالتالي كان يعني واجب على الاتحاد الافريقي ان يحسن اختيار فيما يخص البلد المضيف في الكاميرون، اللي لغايه وقت البطوله ما اقيمت او قبل انطلاقها باسابيع كان في جدل على اقامتها في الكاميرون. نفس الشيء بالنسبه لمسابقات الانديه، لو تتذكر حضرتك يمكن من حوالي 5 أو 6 سنوات تم زياده عدد فرق المجموعات الى 16 فريق في دور المجموعات بدلا من مجموعتين، اذا تغير نظام البطوله. من الواضح ان كان في رؤية ما للكرة الأفريقية أو لمسابقات الأندية أنها تتطور. التطور ده كان يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع البنى التحتية، مع التحكيم، مع بعض القرارات الإدارية الخاصة مثلا باختيار الملعب. يعني تشوف طالما إن أنت عدلت لائحة الاتحاد الأفريقي لاختيار ملعب واحد على غرار طبعا مسابقات أوروبا ودوري أبطال أوروبا، إن أنت تختار ملعب واحد من المباراة النهائية كان يجب الإعلان عنه مبكرا للغاية عن كده، مش ان انت تستنى تشوف مين الاقرب للتاهل وتحسم الاختيار، عشان على الاقل لو في حسن نيه ما يبقاش فيه الموضوع يعني مثار جدل في زي ما احنا شفنا في الفتره الاخيره، وهتبقى في زي ما شفنا الخلاف على نسب الجماهير والتذاكر وما الى ذلك. بالتالي يعني في امور كثيره يجب ان كانت توضع في الاعتبار او بعين الاعتبار بالنسبه للاتحاد الافريقي. زي ما حضرتك ذكرت، ليس مجلس الاداره الحالي فقط بقياده باتريس موتسيبي اللي بالفعل اتفقنا ان هو عنده رؤيه بدعم من جاني انفانتينو رئيس الفيفا ان هو يطور الكره الافريقيه ويتغلب على يعني او يزيل النقاط السوداء من ثوب الكره الافريقيه اللي على مدار سنوات طويله ما زال يعني ازمه تؤرق الكره الافريقيه. زيد على ده ان فكره ان انت تقيم المباريات اللي يعني التنقل ما بين القاره السمراء ليس بسهوله اوروبا، يعني فكره ان انت التنقل وان انت تعمل مباراه من في النهائي في بلد محايد يعني برضو ما اعتقدش ان هي كانت افضل فكره في الفتره الحاليه، لان الانتقالات في افريقيا مش زي السهوله اللي كانت عليها في اوروبا. ناهيك عن الجدل بالتاكيد عن اختيار المغرب تحديدا لاستضافه نهائي البطوله، فاعتقد ان كل هذه الامور يعني تعيد الاتحاد الافريقي سواء يعني بمجلسه الحالي او السابق لدائره الجدل من جديد، وكاننا يعني نعيش في حلقه مفرغه مع الاتحاد. طيب اذا حددت بعض الملفات المحدده بعينها، يعني لو اتكلمنا على تنظيم البطولات القاريه، لو اتكلمنا على ملف البنيه التحتيه، لو اتكلمنا على ملف التحكيم واحد من اهم الملفات، ايه الملفات استاذ نبيل اللي بتشوف انها نجح في ادارتها الاتحاد الافريقي بشكل واضح، والملفات اللي شهدت اخفاق كبير من وجهه نظرك؟ طيب السؤال وصل واضح لحضرتك استاذ نبيل بالكلام؟ طيب سعيد اسالك نفس السؤال لغايه لما يرجع لنا مره تانية استاذ نبيل، ويهمني اسمع وجهه نظركم في الجزئيه دي. هي الملفات اللي من وجهه نظركم اجاد فيها او اجاد التعامل فيها الاتحاد الافريقي وحسيته بتطور ملموس، وايه الملفات اللي اخفق فيها الاتحاد الافريقي بشده، سواء كنت بتكلم على بنيه تحتيه، سواء كنت بتكلم على ملف التحكيم، سواء كنت بتكلم على مستوى تنظيم البطولات القاريه؟ استاذ سعيد لو هتكلم معاك يا استاذ احمد على الملفات اللي نجح فيها الاتحاد الافريقي، وخاصه لو تحدثنا بشكل محدد
عن تنظيم البطولات، فاحنا الحقيقه هنشوف ان احنا متاخرين جدا بشكل كبير، لدرجه ان الكاف او الاتحاد الافريقي غير قادر على رؤيه الحقائق الواضحه جدا. النهارده بنشوف بيان رسمي من الاتحاد الافريقي يبرر ليه القاهره مش موجوده في الملفات المرشحه، فبيقول ان مصر لم تستوفي شروط تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا. مصر اللي انقذت افريقيا في 2019 بل وانقذت الرياضه العالميه لما استضافت اول حدث عالمي في مونديال كره اليد بعد حادثه كورونا اللي العالم كله توارى وتراجع وتخوف منها، وشفنا كل الدول الكبيره ببنيتها التحتيه العظيمه بتتراجع، مصر وحدها قادت العالم في المنطقه دي وقدرت تكون منقذ للرياضه العالميه في بيقول ان مصر غير قادره على او لا تستوفي شروط تنظيم البطولات. الحقيقه الاتحاد الافريقي يعني فاشل جدا في ايجاد مجموعه قليله حتى من الدول تكون مؤهله لتنظيم واستقبال احداث ومباريات كبيره. بنشوف ان الامور ما زالت تدار بشكل غير مؤسسي، ففيما يتعلق بتنظيم البطولات احنا متاخرين تماما. 2022 مش قادرين نضع قانون يقول ان ما ينفعش بلد معين ينظم اثنين نهائي دوري ابطال ورا بعض. يعني انا عايز اسال المسؤول اللي قرر يرجع لهذه الفكره بالاساس، تيجي نظام نهائيات يعني في اوروبا الناس مؤهله انها تسافر في اي مكان في البلاد القريبه. طيب اروح لاستاذ وسيم. طبعا بشكرك استاذ سعيد. اروح لاستاذ وسيم، في بعض المشكلات ممكن تبقى مرتبطه بالامكانيات، بعض المشكلات ممكن تبقى مرتبطه بالكوادر القائمه على اداره الملفات، وبعض المشكلات الثانيه اللي تكون مرتبطه او تحتاج فترات زمنيه طويله. من وجهه نظرك انت شايف ايه الحلول اللي ممكن تكون ملموسه واللي تؤتي باثار او بنتائج سريعه على مستوى الملفات اللي احنا اتناقشنا فيها؟ والله اخيرا يعني هي تقول لك الاتحاد الافريقي الحقيقه فيه برشا مشاكل. انا كان عندي مشكله في الصوت، ما كنتش نسمع ضيفك الكريم. ف لو تفضل يا استاذ وسيم. سامع، انا سامع. طيب حاب نرجع نقطة معناها برشا مشاكل وبرشا اتهامات بالفساد في الاتحاد الافريقي، وانا نحب نرجع لمشكلة اختيار الملعب لو تسمح لي. معناها عندي طبعا تفضل. يعني هي من الاول انه القرار لم يكن صائب بانه تلعب مباراة واحدة فاصلة في النهائي، لانه اختاروا القرار هذا اقتداء بالدوري دوري ابطال اوروبا، واحنا الحقيقة لا عندنا لا نفس الامكانيات، لا عندنا نفس لا عنا نفس البنيه التحتيه ولا عنا شيء من هذا قبيل مقارنه بالقاره الافريقيه بالقاره الاوروبيه. فهذا من البدايه يعني قرار خاطئ. ثم تجي يعني في 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 نصف النهائي تختار انت تختار ارضيه الميدان، تختار يعني على ارضيه المغرب، وانت تعرف ان الميدان مؤهل كان بقوه انه يوصل للنهائي، فتثير برشا شكوك. يعني تثير كثير من الشكوك حول الاتحاد الافريقي ونزاهه اتخاذ القرارات. بالنسبه لسؤالك يعني حول الملفات وكيفيه الاصلاح، يعني الحقيقه المشاكل كثيره في الاتحاد الافريقي، ويلزم جذريا يعني الناس معناتها المسؤولين في الاتحاد الافريقي يغيروا من كل هذا باش تتصلح المنظومه الافريقيه. والحقيقه برشا مشاكل وبرشا 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 حاجات خايبه في الاتحاد الافريقي الحقيقه، ما تشرفش الكره الافريقيه يعني، وما تنجمش تقدم بالمستوى الكره في هو. اسمح لي اقاطعك استاذ وسيم في الجزئيه دي تحديدا. هي القصه بس او المشكله انه تغيرت او يعني اكثر من اداره تعاقبت على تولي مسؤوليه الاتحاد الافريقي ولم يتغير اي شيء. ما زالت افريقيا حتى اللحظه بتعاني معاناه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه، معاناه شديده جدا في ملف التحكيم. ما زالت افريقيا تعاني معاناه شديده جدا
في ملف تنظيم البطولات الكبرى، مع العلم ان احنا ان انا بقول لحضرتك ده، ويطرح الان في الاتحاد الافريقي فكره تنظيم السوبر ليج، الفكره التي فشل تطبيقها في اوروبا في السنه او في الموسم الاخير، يتم التفكير فيها كيف لنا القدره على تنظيم بطوله بحجم السوبر ليج واحنا عاجزين عن تنظيم بطوله دوري الابطال او بطوله كونفدراليه. يعني هو هذا الاسكيل، يعني انه الاتحاد الافريقي في اتخاذ قراراته كلها تقريبا قاعد يجري ويحاكي في الكره الاوروبيه بدون ادنى درايه بالفرق في الامكانيات. يعني كونه تتغير الكوادر في الاتحاد الافريقي والقرارات هي والاخطاء هي لانه نفس المنظومه قاعده تتكرر من حقبه الى اخرى. عندنا مشاكل على مستوى البنيه التحتيه الاتحاد الافريقي تقريبا، يعني على المسائل التنظيميه في افريقيا كل عندنا 4-5 دول قادرين على احتضان دورات كبيره كما كاس افريقيا وغيره من كل شيء. يعني كاس افريقيا لو شفنا في كان الكاميرون برشا مشاكل، يعني بالرغم الكاميرون يعني تعتبر من الدول اللي عندها تاريخ كروي كبير، ولكن شفنا تقريبا هي نسميها فضائح كرويه، يعني على مستوى التحكيم والتعيينات خاصه الكريم، يعني المشكل في التعيينات في مباراه انتهت يعني قبل وقتها الاصلي كان طرفها طبعا منتخب تونس ومنتخب مالي، مباراه تونس مباراه تونس حاجه ما حصلتش في تاريخ كره القدم في سابقة يعني في سابقه، يعني في ينهي المباراه في الدقيقه 85 ثم ينهيها في الدقيقه 89. يعني الغرائب والطرائف والمضحكات المبكيات كلها شفناها يعني في الكره الافريقيه مع الاسف، كما قلنا لانه ما فماش يعني اراده للاصلاح. التغيير الجذري كما كنت نحكي لك كبيره، كونه ان يمشي مثلا عيسى حياته ويجي مكانه احمد ولا يجي مكانه غيره، ولا يمشي فلان ويجي فلان، مش هذه الاشكاليه. الاشكاليه انه منظومه واراده اصلاح يلزم تدرس في الكره الافريقيه. طيب سؤالي الاخير للاستاذ امير، هل تعتقد انه على الاتحاد الافريقي او على الاتحادات الاهليه تحديدا انه يكون ليها دور في يعني انجاز التعبير خطه تصحيح مسار الكره الافريقيه وتوصيل صوت الانديه وصوت المنتخبات في معاناتها مع البطولات الافريقيه؟ بالتاكيد طبعا يا استاذ احمد، يعني اكيد لازم يبقى ليها دور. احنا بنتكلم على اتحاد افريقي قوامه او اعضاء جمعيه العموميه حوالي 53 ربما او اكثر عدد الاتحادات الاهليه، فبالتالي ده عدد مش قليل، لان انت يبقى ليك دور وتاثير، ولكن للاسف ما بيبقاش التاثير هو المطلوب. يعني ده دايما بيبقى فيه القوى الكبرى دائما في الكره الافريقيه هي التي يعني بيكون ليها صوت مسموع على مستوى الاتحاد الافريقي. بنشوف ان هي بتتواجد حتى في المناصب الاداريه في الكاف، فبالتالي بتقدر يبقى ليها التاثير ده. ولكن الكاف ككل او يعني منظومه الاتحادات الافريقيه المحليه للاسف ليس لها التاثير الواجب ان هي ترعى مصالح الكره الافريقيه، ما عندهاش طموحات ان اللعبه تتطور بالشكل الكافي. يعني تطور المسابقات وتطور الكره في افريقيا بالتاكيد هينعكس على الكل بشكل ايجابي، من ملاعب، من بنى تحتيه، من تحكيم، من مسابقات، كل ده هيبقى اكيد هيعود بالنفع على كل الاتحادات القاريه. ده كان مشروع الفيفا، يعني المفروض ان هو كان كده في اختيار مصيبي او تزكيه مصيبي لرئاسه الاتحاد الافريقي، ان الكره في افريقيا تتطور. تطوير الكره الافريقيه كان يمكن من يمكن زي ما ذكرتم فكره السوبر ليج الافريقي، ولكن ده يعني لغرض تسويقي بحت او لغرض زياده المداخيل او يعني الجانب المادي له هو اللي ممكن يطغى شويه على الجانب الفني. بالتاكيد ممكن تبقى بطوله قويه، ولكن احنا هنا بنتكلم عن بطوله زي بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله الاهم على مستوى القاره السمراء، لا يتم فيها تطبيق الفار الا من الادوار النهائيه او الادوار الحاسمه. فبالتالي يعني مستوى الكره الافريقيه بحاجه لمزيد من التطور. انت النهارده عندك مجموعه من الحكام هم ما زالوا هم مسيطرين على الكثير من المباريات رغم ما يثار عنهم من جدل، يعني مش عايز اذكر اسماء، ولكن بالتاكيد معروفين للكل، بنتكلم عن بكاري جسامه او جاني سيكازوي او غيرهم من الحكام اللي هم مباراتهم دايما بيبقى فيها اثاره للجدل، دايما بيبقى فيها قرارات جدليه. صحيح. فبالتالي انت كاتحاد افريقي دورك ان انت يعني توجد برضو الى جانب تطوير اللعبه وتطوير المسابقات توجد وجوه جديده على المستوى التحكيمي. ما اعتقدش يعني ان المواهب نضبت في افريقيا بشكل كبير جدا، يعني اذا كان عندنا مواهب كرويه فاكيد هيبقى في مواهب تحكيميه قادره انها تتسلم الرايه من الجيل الحالي اللي للاسف يعني
دايما بيتم النظر ليه على المستوى العالمي انه نقطه سوداء في يعني ملف صحيح. الكره الافريقيه او ملف التحكيم. بشكركم شكرا جزيلا على وقتكم وعلى مشاركتكم. ضيوفي كان معايا من القاهره استاذ سعيد نبيل، الصحفيين طبعا استاذ سعيد نبيل واستاذ سعيد علي واستاذ امير نبيل، بشكركم كل الشكر. ومن تونس كان معانا الزميل الصحفي وسيم بربوش، كل الشكر ليك. وطبعا بعتذر طبعا للصحفي نبيل بالكلام من الجزائر على عدم قدرتنا على التواصل معك، بس بشكرك في النهايه على قبولك للدعوه وظهورك معانا على شاشه النادي الاهلي في السادسه. ويظل الحقيقه كلام في مستقبل الكره الافريقيه كتير جدا، ملفات كبيره جدا، على الرغم من واحد من اهم ملفاتها هو التحكيم، وواحد من اسرع الملفات اذا كان في رغبه حقيقيه في تطوير والتعامل بجديه مع مشاكل الملف. الحقيقه اثرت على كل دول القاره، ليس فقط على الانديه المصريه والمنتخبات المصريه، لكن اعتقد كل دوله النهارده وكل اتحاد اهلي من الممكن جدا انه يكلمك على قائمه طويله جدا من المشكلات مع التحكيم الافريقي، على الرغم انه يمكن يكون اسهل الملفات الشائكه اللي ممكن تتعامل فيها وتحقق فيها نتيجه وتطور ملموس في خلال فترات زمنيه بسيطه وباقل الامكانيات، على عكس ملف تاني